استاذ سامي معانا، وطبعا كان في حديث في الفاصل، وقبل الفاصل لما نطلع كنت انا وكريم نتكلم مع حضرتك عن الصحف وردود الافعال، واعتقد او لمسنا كده من الصحف في السنغال ان هي عندها تخوفات، كان عندها ثقه اصبح عندها تخوفات، ويمكن برضو امور غير متوقعه حدثت، فخلينا نروح برضو للنقطه دي. دي نقطه مهمه جدا ولازم نستغلها يعني كمنتخب مصر، و يعني مش نعتمد عليها بس، يعني برضه لازم جهدنا احنا في الملعب واعداد النفسي للاعبتنا قبل المباراه. فيعني دي نقطه مهمه جدا، هم طبعا يعني هم شايفين نفسهم اعلى فنيا بكثير قوي من منتخب مصر. هم دي حقيقه، يعني دي حقيقه هم لامسينها يعني. انما منتخب مصر برضه هو يعني هو اللي لعب مع منتخب السنغال نهائي بطولة أمم أفريقيا وخسر بضربات ترجيح، صحيح. فبالتالي يعني وكان في حالة إجهاد، يعني لازم نتذكر هذه الحقيقة، كان في حالة إجهاد شديدة جدا منه، لعب ثلاث مباريات ورا بعض بيكسر طيب. فيعني كان في النهائي الأفريقي يعني مجهد، مع ذلك نجح إن هو يوصل لضربات ترجيح وخسر بضربات ترجيح. أيوه. دي مش قضية. لما المتوج دلوقتي السنغال بطل افريقيا، وانا بعتبر منتخب مصر برضه متوج شريك في هذا التتويج، فبالتالي يعني انا بقول ان النديه موجوده، النديه موجوده، الفروق الفنيه يعني قد تكون برضه موجوده ان صالح منتخب السنغال، لانه منتخب يعني نخبه كبيره جدا من اللاعبين المحترفين في اوروبا مقابل خمسة أو ست لاعبين في مصر، يعني النسبة فرقة يعني. ومع ذلك يعني الرصيد المعنوي والفني لدى منتخب مصر مش قليل طبعا، لازم نحط في اعتبارنا هذه النقطة جيدا، ونقول إن احنا يعني إذا كان عند منتخب مصر تأهل في مونديال روسيا فعنده فرصة مكررة وشبه يعني كوبي يعني من الحالة اللي كنا فيها قبل تأهل منتخب روسيا، إن شاء الله الفرصة موجودة. والهدف ده ذهبي، أنا بعتبره الهدف اللي حصل يعني، هو طبعا أنا كنت أتمنى هدفين وثلاثة. لا، هو إحنا جبنا أهداف أحسن من كده برضو. أنا هختلف اختلاف لذيذ مع حضرتك، يعني مش اختلاف أنا عجبني على فكرة في الفقرة اللي فاتت أنت قلت كلمة، ده ماتش مش النتيجة، مش ماتش لعب. صحيح. يعني في الفقرة السابقة ده ماتش نتيجة مش ماتش لعب، وده يعني ده حقيقة. أنا بتفق مع حضرتك، هو الجول في أحلى منه كتير، الأسيست بتاع السولية زي ما اتكلمنا كويس، ولكن الهدف جه برضو يعني أنا يعني مش شايفة إن هو جه بشكل مدروس على قد ما جه بشكل موفق، توفيق من عند ربنا مع هذا الأسيست الرائع، يعني ده ميكس من وجهة نظري، أنا بتبنى هذا الرأي وبرضو كلنا بنجتهد يعني. لا مفيش اختلاف، هو في الآخر هدف. يعني هو في الاخر هدف. بالظبط يعني التوفيق مطلوب قوي في الكوره.